نهاركم سعيد وحلقة جديدة من ليكم فيها اليوم إلي ومارك من واحدة من أحلى مناطق لبنان، جبال خضار طقس رائع بموسم بياخد العقل. واليوم رح نبرم على منطقة البترون وجبالها، جمال بيقطع النفس، أكل طيب، معلومات تاريخية تراثية ودينية أكيد مش سمعينها من قبل، مشوار جديد. نحن ثلاثة ببلش هلا. هلا جيتو بوقت كتير مناسب، لا منقوشة ولا شيء، شيء من بنت عمل المنقوشة، وما بنعمل ما حدا بيعملوا إلا هون بالضيعة بكور، بيعملوا هني على خميس الأسرار، شيء اسمه مرقق. نحن هون هيدي في مية صفوة بقلولة، منحط العجينة بمية الصفوة ومنحط لها زيت، منغطسها بالزيت. بحط لها روايح وبعجنة وبحط خميرة وبنرجع منحط مية الصفوة، يعني مية الرماد بهيدا وزيت، من بعد ما أخبزها بالفرن مندهن لوجها. الزيت علامة شو يا جينا؟ علامة القوة. والرماد المسيرة من أول الألام، من أول الصوم لآخر الصوم. هلا آخر الصوم بيكون الرماد مع الزيت بدي عامل هيك. حين وملح ونتفة سكر مع الخميرة وجوزة الطيب، مسكة، محلب، شو بدك بتحط؟ ينسون ينسون بحط ناعم وبحط بغلة نتنة بيكور بس هاي بيكور بس ما في إلا بيكور يعملوا الأمر المخلوق يوم الجمعة. نحن قلنا نعمل الأمر يوف هيدي نفتي خضرة مثل شو طنوس؟ سم الحي. ايه مثل سم الحي مثل شو هيك ورقة كبيرة، هاي بنعملها كمان ما حدا بيعملها إلا بيكون كثير رزق بيستفيدوها. وهيدا المرقق بيكون عنا مريخ وجوزة نهرة، وعنا بيير مرتو سيدي من كور. جديدة قديه برمنا قديه شفنا، هيدي جديدة أول مرة اسمها مرقد. مثل ما قلنا بيكسروها تكسير هيك شقف صغار، تبهتوا هي عجينة مثل عجينة المنقوشة ما بتنفخ، بتكون مرقدة مطبصة على بعضها، بيحطوا لها عدة أشكال فيها، بيعملوها بس بهيدي هيدا الأسبوع، الأسبوع آخر أسبوع من الصيام. عجينة مطيبات زيت زيتون واحد يحس بجمعة الألام وياكل شيء هيك خبز، يعني مزبوط. هيدا بدها لبنة، بدها سكر، بدها شيء، ايه بدها لبنة، فينا ناكلها مع دبس، مع دبس خروب وطحينة. اوه عظيمة. يلا تفضل شيل طعم. طيبين يا أهلين يا شباب، تفضل عندكم. أول شيء منقوشة زيت، هيدا بس زيت زيتون، زيت الزيتون طلعوا بتشربوا العجينة وبيعطيها هيك
قرش زغطورة وخبزتهم شكلها منيحة. هيدا بيض، ناس بتسميها منقوشة بيض، ناس بتسميها مورقة بيض، لا هيدا مورقة زيت، هيدا بسموها عجة بيض. تفضلوا يا شباب شوية نشاط تنبلش النهار مزبوط. انت بس خبرنا عن عجينة سبيسيال بس هون بيعملوها عن جد؟ منقو هول من ايش عادي. اوكي هلا ما كنت مفروض خبرك انا بلشت بالمرقب. بلشت فيها جوا دكتور. ما انت تأخرت شو بعمل؟ انا تأخرت هو واحد مأخر مش مزبوط. يا بشون عدرا عم تحضركم الحلقة طبعا ونص. يا بشون بتعرفوا شو عجينتهم؟ من هون عجينة اللي بتحسوا انه عجينة طبيعية، من لونها بينعرف، احساسها كتير حلو تحت السنين، مثل كأنه هيدا احساس البيت، ما فيها غش، مثل ما هي طحين، مي، ملح، خميرة. فكرة زيت الزيتون عظيمة. هاي مع لبنة، اخذنا العجينة حطينا لها زيت، غليوا الزيتات بالفرن، شربطوا العجينة وقربتهم لونها على اصفر، وطلعوا ما في تفلسف ابدا. ست جوزة بنتين كلهم مع بعضهم بهيك قرنة صغيرة ببيت حد بيتهم، ما في قارمة، هي أساسا كور زغطورة ومهضومة. بنصحكم تجوا تزوروا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بونجور. يلا هيدا الزيت شحتني للصراحة مع لبنة بتطلع كتير مهمة. تفضل أستاذ علي. تسلموا. أنا وياك رح ناكل شو؟ أنا بدي من إيدك. إيه. بدي بأول مرة. واو مع لبنة؟ مع كيف لك يعني؟ أكيد. ليك 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 العظمة. ليك البيض كيف فتحت وطلعت لفوق قد ما خلطتها فوتت الهواء بقلبها. والعجينة مبينة مرتاحة يمكن صار لها من امبارح مخمرة منيح. ما تشرح كثير. ليك شو هالجاتو؟ إف. تفضل بس تمجل غملك إياها. إيه. وأنت وشطارتك إنك تشيل لبنة من هون. كتير مهمة. فرن القلاع زدتوا على جوجل مابس، عملوا لهم زيارة، تيتا وجده هون بيستقبلوكن. طلع طلع أورما غير شكل البيضة كيف نفخت شي سنتي. إيش في نفس، في حب، في عطاء واضح. الزعترات كيف أقولكم عجينة بيت، عجينة حب. عم بقدر افسر صح؟ عجينة فيها بركة سميكة بتشبع مع طعمة الطبيعة والضيعة بيقولوا بالانجليزي ترو فود، يعني هذا الاكل الصحي الطبيعي اللبناني ما فيه غش. ميرسي ينعاد عليكم. ميرسي وعليكم. ما تطولوا علينا، ضلوا طولوا علينا، خلونا نشوفكم. واو شو صار هلا؟ دقيقة جاي نحن على الضيعة، ضيعة بعبالي زورها من كتير زمان لأنه بسمع فيها من أنا وصغير. فيستيفال صورات موسيقى وما كانت تسيب لحديث ما اكتشفت اليوم هالضيعة القديمة. على الفوت صفينا السيارة وفتنا على مبنى كتير حلو يلي هو دير كان للرهبات. انقلب اليوم على جمعية عند 4 شركات. تخيلوا وين بصورات وبيجيب وبيستقبلوا 25 شخص كل 3-4 أشهر. كل الوقت في ناس هون عايشة نايمة. بس تخبركم الفوتة على المبنى، الاستقبال، الضحكة، كل العالم أهلا وسهلا تفضل تفضل. ما حدا قالنا ليش ما عم بتصور أو شو أنت مين أو بليز تغدوا معنا، قعدوا معنا، تمشوا معنا. مش معقول. حسيت بفايب جوا مثل واحد إذا هيك نقصوا حنان بيعطوه، نقصوا حب بيعطوه، نقصوا علم بيعطوه.
وبرجع بقلكن وين بتضيع. تعلمت منه هالمبنى الكتير قديم اللي هو كان دير للرهبات، كتير حلو حجره، كتير حلو سقفه عالي، قناطره كتير طوال، ذكروني بهول الأديرة الكتير كتير كبار، حتى على المدخل فيه كان قنطرة كتير كبيرة شكلها مكسور بقي منها بس العواميد، تمام يضل مسكر، غيروه حولوه واستفادوا منه وعم بيعلموا عم بربوا فيه أجيال المستقبل. وصلنا على الصورات هيت عم البرمي قالوا لنا في بيوت حلوة كنيسة حلوة حقونا. عم بتشوفوا الحجر على الأرض على الطرف، عم بتشوفوا العظمة والجمال. قالوا لنا بصورات بتسألوا عن شخص واحد والتقينا فيه، القدر بده نلتقى فيه اليوم، اسمه راشد أو رشيد، رح نشوف. وبيته أكثر 150 سنة، من أحلى وأعظم البيوت بهذه المنطقة. دقينا البيت رح يستقبلنا، رح نخبركم كل شيء بدكم تعرفوا. أنا اسمي راشد، فارس راشد، من صورت، مواليد سنة 1937. صورات فيها أكبر عائلة فيها هي عائلة الفرخ، جد العائلة إجا من سوريا، كان عنده 3 أولاد، واحد قاعد بجيج، واحد قاعد بعكار، واحد قاعد بالفرزل بحد زحليوني. اللي إجا على سوريت أو أول واحد اسمه منصور. هلأ في ببيروت في عائلة اسمها بيت الصوريتي من أحفاد منصور هاللي راح على بيروت. صورات بتعد 70 بيت، أغلب البيوت كلها حديثة البناء. وطلع بصورات كان في معلمين مشهورين كتير بالبناء وبالفن المعماري، عمروا البيوت وطلعت كتير حلوة. من 3-4 سنين وعلى مدى 15 سنة كان كل بالصيفية كان يقام مهرجان بصورات، كان يهتم فيه، كان في لجنة وعلى رأسها الدكتور عيسى ظاهر الفرخ، هو كان يهتم بهالشي. كان يتجمع نحو 1000 شخص بليلة يكون فيها عشاء وفيها رقص وفيها بسط وفيها فرح، والناس يكونوا كتير مبسوطين. ولكن بسبب الأوبئة اللي صارت والأحداث اللي عم نمرق فيها من شي 3-4 سنين توقفت هالأشياء هايدي. إن شاء الله على قريب نرجع تتجدد بصورات. هذا الكتاب عم بيتحضر تينشر؟ ايه انا هيدا عامله، ايه عامله بده بعد طبع. هيك عن صورات وطبيعتها هاو الكنائسة ليك هالي هاولي كانوا يجتمعوا الرجال الأدماء بساحة الكنيسة يتجاولوا بشؤون الضيعة. وهون كان في مدرسة تحت السنجيني، كان في معلم له اسمه بطرس مورا، وكان هو يهتم فيهم. الكنيسة تعمرت سنة 1892، ومن سنة 1992 احتفلنا باليوبيل المئوي الأول، إجا ممثل رئيس الجمهورية، وكان وقتها معالي الوزير الدكتور جورج صحاجي الله يرحمه هو ترأس، وكان إجا برعاية صاحب الغبطة البصر يارك مار نصر الله بطرس صفير، وصار في احتفال كبير وتجمع جمهور كبير بساحة الكنيسة، وصار في فرح وبسط ويعني بكل معنى الكلمة. هاي الحفلة أصدقاء صورات هاي هون يحيى،
المدرسة هوني. لك بيت شباب أكيد بس عالي كتير. رح جرب طلع الكاميرا المكتوب من تاني ميل الاسم والتاريخ. هيتا نجرب. سليمان نفع مزبوط ما تنسي. هيدا كتير زلمة عمل الجراس فيني أقول لك يمكن صار قطع له شي 8-9 على راسه. ولاد عمه ساعدوه يمكن 1921 أو 31 يعني صار له 100 سنة اسم الله عليه جرس وكبير وتقيل بس أنت قاعد بأمان فوق الهواء بشيل زلمة كان طيرك مثل الريش. أنتوني مثل بكل الضياع السنديانة أهم شيء بالضياع المدرسة والحفلات تحتها فالسنديانة بتلعب دور كتير مهم. شو بك؟ أنا شايف هون هاي شو جربانة يعني عامل سنوبر يه. كيف سيستم؟ شو ها؟ كيف ها؟ ياي لك كم واحدة؟ ما بعرف لا بنادي هيدا نوال ايه بس كانوا معلقينهم كرمال الزينة فما تنقذوا بالعكس هيدا السنديانة بكل فخر وكتير قديمة بعتقد دايما أجوانا السنديانة من عمر الكنيسة يعني هالقد هالقد قديمة وقبل استاذنا هيدا بيت الرعية بونجور اهلا ومين سهلا نحن وين مراح مقصحتين نحن وين وصلنا على اسيا فخار اسيا اشهر ما يعرف رح تشوفوا اليوم التفاصيل كيف بينعمل شو بيميزه شو الفرق بينه وبين فخار بيت شباب اللي بنعرفه او طرابلس او شوف ليش بيلمع على لمعه بيضاء ليش البيض بقلبه من اطيب ما يكون كل هالتفاصيل بعد شوي استقبلونا بمعمولات حبة كبيرة روعة خلصوا انتوا خلصوا انا بخلص الصحن انتوا بتخلصوا الشغل هاي انا جورجينا نحن من اسيا بترون نحن بنشتغل بالفخار هي رح نبلش بنعمل الطينة اللي هي عجينة الفخار التراب هيدا تراب الفخار لكفوه أزرق وأحمر نوع التراب هيدا بسموه دلغيني رح نكبه بالماء هلا رح أعمل نتفة أنا بعمل كمية كبيرة بس رح أعمل نتفة مشان تعرفوا كيف بتصير الشغلة نحن عم ندوب التراب التراب بدو شير مثل مي المعوكرة يعني مثل اللبن نعم تقريبا يعني بيصير يدوب كليا هلا عم نشيل تنحطهم بالمنخل تحت يروح كل البحث البحث والجاية كله نشيله منه تا ما يبقى لا بحث ولا شيء شفتوا هون كيف طلع البحص هلا هول منكبهم هذا انا من امبارح
مي معوقرين ومرقد علي مي، كبيت الصبح من الميات شوي وهلا بكب شوية مي كمان بعد من هون تيضلوا ترابيت بالكعب. هيدا هلا مي ضل في تراب تحت. ايه في هذا الحجر نحن بنجمعه من الحقله، هذا حجر بنسميه حجر ملح ايه، اسمه حجر ملح ايه. في ناس بيقولوا له حجر كريستالي بس هو احنا بنقول له حجر ملح ايه. هذا بنكسره على المكسره وبرجع باخده على مطحنه بطحنه تيصير ناعم هيك مثل السكر تقريبا، سكر ناعم نتفه يعني. هلا نهايه الكميه تقريبا معدلها هودي النتفه، راح نفضي فوقهم ونخلطه مزبوط لينخلطه مزبوط فيهم. هلا انا عملت كميه قليله، انا بعمل كميه كثير، انا هودي تضربهم بخمسه تقريبا او بعشره، بس هلا لانه تنقدر بدنا نخلطهم منيح ليبطل فيهم 2 ميل اللي هن هودي الملح ايه يلي حطيته. هلا نحن عم نحط هيدا على الارض بس كرمال انه ما يلزق التراب. هلا هودي بنحطهم هيك نفلشهم شوي على هودي الملح ايه تمشين حطيناهم تما يلزق التراب على الارض، وبنتركهم بدهم شي نهار تقريبا بصيروا انشف من هيك بينشفوا على الارض، بس يصيروا النشاف اللي نحن بدنا اياه بنسبنا يعني بالشغل بنشيلهم ونلفهم بكياس نلفهم بنايلون وبنضبهم. مين قال انه التراب هيدا بيزبط؟ تراب الدلغانة، مين قال انه هاي الحجرة اللي كنا نلعب فيها نحن وصغار ونقول ايه المازة صغيرة خدتها على البيت اللي هو الملح ايه صار هيك؟ مين قال انه مع بعضهم بيعملوا شيء شكله هيك؟ مين قال انه هيدا بتدخو فيها وما بتسممه كتير منيح؟ مين خبر ومين نقل؟ شعوب بتروح، الناس بتروح، الابطال بتجي بترجع بتكفي، بس البلد بتضل والعوايد بتضل، والشعب اللي ما عنده عوايد ما له وجود. نفتخر بعوايدنا بتقاليدنا وبالاشياء الحلوه. كلنا سوا شفنا فخار برامنا العالم، شفناه على ديسكفري تشانل ناشونال جيوغرافي وين ما كان على يوتيوب، بتشوفوا الفخار اللي دائما له دولاب وبينبرم بطريقه وحده اللي هو ملمع بلون واحد، وبعدين تطلعوا على ضيعه بلبنان اسمها اسيا وبتشوفوا شيء هالقد حلو، كل الالوان 6-7 الوان مع بعضهم، مزخرف منحوت كله خشن مخربش فيه شوية أبيض وبيطلع فيه الأكل روعة يلي بيعملنا هن تقاليدنا وتعويدنا. لبنان أحلى بلد بالعالم بشعبه بألفين سنة تاريخ، وهيك أشياء بتخلينا نضل مكفين ومعلقين بأرضنا. وصارت الواحد بيطلع بالشغل بيقول واو عنا أصل نضل معلقين فيه. هلا نحن من بعد ما قلنا سطحنا الترابيط حطيناهم على الأرض، بعد يومين هيك بيصيروا بنشفوا، بيصير هلا صار فينا نشتغل فيهم نعمل فيهم اللي بدنا اياه. هلا نحن رح نعمل مقلة للبيض. نحن بس نفتح العيون، اذا انا مطعم وبدي 500 صحن بوصيك عليهم تعمليهم؟ اكيد. 3-4 ايام؟ لا اكيد لا، بدنا 20 يوم. طيب يلا تقريبا عزيز. لانه نحن مش بس نعملها للمقله خلاص انعملت، لا بدها شغل، بدها يوم اثنين ثلاثه لمرحله العشرة ايام حتى نحن نخلص المقله. ان شاء الله تضلك بصحتك وبقوتك وتعلمي اولادك المهنه تما توقف وتبرم كل العالم، ونحن عاملين قضيتنا. بدنا وحده من هول بكل بيت لبناني بالدنيا. تتخيلي اذا كل واحد لبناني اشترى وحده هول 16 مليون بارخص وحده اللي هي 5 دولار، تتخيلي شو بتعملي انت لعائلتك وللضيعه؟ اكيد وافق اقتصاد لبنان على اجره.
هلا نحن عم نعمل مقلي للبيض. هلا نحن رح نركب المسكة كله على ايدنا. هلا بنرجع بنقول نحن مش خلص خلصت المقلي، لا المقلي هاي بعبدها 7 مراحل لحتى تخلص، يعني من مرحله لمرحله من يوم ليوم، يعني بدها 10 ايام لحتى هيدي المقلي تصور خالصه وصالحه لحتى ياخذوها لحتى يقلوا فيها. هيدي نحن بنقلها اول مرحله. هاي المقلي بدها 15 يوم، من بعد ما تخلص من 15 يوم بنحطها بالفرن بنشويها لحتى نبيعها. يلا هلا رح حطينا الفخار جوا ورح نبلش نشعل عليه، بده شي ساعة ونص ساعتين، أقل شي ساعتين، ساعتين ونص عم نشعل عليه تا يستوي. هيك بتكون هي قاسية بس أكيد بتكسر وبتفرط، بحموها كرمال تلقط محلها. إذا بتتذكروا بالحلقات اللي صورنا فيهم الفخار يلي النوع التاني تبع بيت شباب، بحطون كلهم سوا بفرن كتير 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 ناره عالي، بيسكروا الباب وبتاخد القصة 4-5 ساعات غير طريقة. هون شفتوا قديش مخربش اللمعة البيضة. يلا رح نحكي فيهم بعد شوي بس عم حرقسكم بعد. خلينا نبلش نولع. ساعتين ونص نار. كل ما نحط شوية منحركون، منحرك على ظهرون الجمر اللي بيكون. هلا دايما ننطر؟ هلا بدك تنطر ساعتين. بدنا ننطر ساعتين نضل بهالحالة هايدي. هلا إذا عندكم قهوة وأكل طيب نبقى ساعتين. بدنا أكيد. هلا نحن راح نضل نوقد هون. عظمة من التاريخ.
قديش في اشي عبالي اقولها هون وانت كمان اكيد. نحن برمنا العالم وشفنا شيء اسمه ليزار بروماركاب اللي بنشوفهم بفرنسا بنشوفهم المكان بيعطوا حقها للشجرة. نحن ما بعرف اذا الشغلة ظلمتنا او فايدتنا انه وجود الارزة على عالمنا ظلم غير شجر. صح. مننسى الزيتون يلي صار له 4000 سنة، مننسى الزاب يلي له اهمية باهمية الارز، مننسى كل الخضار والصنوبرات وكل شيء عنا اياهن، بس كمان الارز مهم. نحن وصلنا اليوم قدام فينا نقول من الاعظم من الاقدم. لا فينا نقول اكيد من الاعلى. مزبوط. وكل شيء غريب فيهم. خبرنا عن هالزيتونات. يعني هو الزيتونات اذا بدك هيك تفهمها كمان على الزراعية هن ضد كل شيء، لانه الزيتون ما بعيش على هذا الارتفاع لو عم نشوفه، واذا عايش على هذا الارتفاع هون بيكون الثلج متر ومترين، والزيتون مش هيك. يعني هذا منطقه الارز اذا بدك. هالزيتونات عايشين مطرح الأد عالة، تلج الأد قوي، والأكثر أنه ضاينوا هالقد سنين. هلأ عمرهم كانوا قبل كاتبين وزارة السياحة 6000 سنة، الدراسات عم بتفرجي أنه بركة عمرهم 2000 سنة. هالبركة هن بيعتبروا بلبنان يمكن في غيرهم أو شيء، بس هن بين أكبر خمس زيتونات بالعالم كله. أنتوني هالقد مهمين لأنهم عالين هالقد، لأنهم على علو هالقد. كمان استنتج او تسمى لانه في عندك سفينه نوح يلي وقفت على جبل كتير عالي ساعه وطشت المي، اعتبروا انه هول هن الزيتونات اللي بينوا اول شيء اللي راحت جابت حاميه منهم الغصن. ايه يعني بتضيع هون اذا بدك التقليد الشعبي بيقولوا انه هول زيتونات نوح. هون احنا ببشاله عم نحكي عن 15 زيتونه معمره، معمره يعني بركه فوق 2000 سنه، بعقده كل واحدة احلى من الثانيه، وتتشوف كبرهم لازم انا اوقف حدهم طرني عليهم. حكينا على الفينيقيه قطعوا من هون، حكينا عن الرومان قطعوا من هون، حكينا عن الصليبية قطعوا من هون، حكينا عن كل العالم اللي قطعت من هون. لو بس هالخشبات بتحكي هالقد مهمين، وانتوا قاطعين بيبشعلي ووقفوا خدوا ريقة صمت سجود صورة. منا خشبة واخدتوا صورة حدا، في اهم من هيك. هيدا اللي وراكن حفظت 2000 سنة تاريخ. بدي افرجيك بعد واحدة very special. قرب. في سبعة يعني هون. هيدا أنتوني كلها زيتونة واحدة. تخيل أنت بس إنه قديش عم نحكي على الريون بركي 6 أمتار هيك. شو صار؟ هون بتضيع اعتبروا قبل إنه طب خلينا نعلي هالترابات لنحميها أكتر. فإذا أنت بترجع بتشيل التراب تكتشف إنه هالزيتونة فرد واحدة متصلة بعدها مش كذا زيتونة. تخيل الكبر ليك شوف. هات إيدك. 7-8 أمتار وبعد هاي واحدة أكبر من أكبر أرز عنا إياها. مظبوط. كل حلقة نرجع منذكركن لبنان قديش كان حلو، قديش كان حلو مجلل. أنا بقول أكتر من 80% من جباله مجللين لحديت ما وقفت الزراعة وطلعوا الشجر وانبسطنا فيه أنه لبنان الأخضر كله شجر. بس تطلعوا هون على القد من جبل لجبل، نزلين هلا من بشعلة رجعين على نزلين على الفخار على آسيا، وبتشوفوا هالجبل كله من رأس الجبل إذا اعتبرنا كانت الطريق فوق لكعب الجبل محل ما النهر. كيف كانوا يطلعوا الخضرة من الكعب لفوق، كيف كانوا يطلعوا الزيتونات من تحت لفوق وما كان في طرقات. جبل كامل متكامل من عمد النظر من تحت لفوق، ميات آلاف الأمتار من الجليل، وهيك كان يعيش لبنان أو جبل لبنان. خضار 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 على مد النظر وجمال رائع. وإز بيطلع قدامكم هالجبل. وبنشكر كل إنسان أناني بلا ضمير ما فكر إلا بجيبته والمسؤول اللي عطيه رخصة يعمل هيك بجبل الناس.
رجعنا بعد ساعتين، رجعنا بدنا نشوف الفخارات شو صار فيهم، اذا خلصوا نطبخ فيهم بيض. وين صاروا الفخارات؟ صاروا خالصين هلا، ها بس يعطوا هذا اللون الاحمر يعني استويوا، بس يعطوا اللون الاحمر يعني استوى الفخار وبيضاين ابديا. ابديا، كل ما هدت عندك، كل ما بقيت عندك، كل ما تصير احسن وتهدي اكثر. ما بتطق ابدا ابدا، ما بتطق نار قد ما بدك. هلا لو في عتم كنت بتشيلها جمره. هلا هيدي سخنه تفضل. بلش. تعبتوا ركبتوا كله. نحن وصلنا عند فخار آسيا أو آسيا بوتري. بس جورجينا بتستقبلكم عندها بالبيت إذا بدكم، بتطعميكم لبيتكم. فيكم تجوا تشتروا فخار، تتغدوا تابل دوت، فيكم تتعلموا كيف تعملوا فخار، فيكم تعيشوا الاختبار كله سوا، وإن كان بتضيع وإن كان بتضيع المجاورة. كشك بلدي، رح تدوقنا بيض بلدي، جبنة بلدية، لبنة بلدية، قريشة بلدية، كل العدة اللازمة. أوه، وبيض بقوارمة. اسمع جورجينا وصدقوني ما بتخسروا إذا جيتوا لعنده. مش بس فخارات عظيمين، بتطبخ لكم بالفخار، بتدوقكم أكل طيب. يا ولد شو طيب. الحموضة. أوه ماي جود. فخار 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 فخار، وطعمة الأكل هون ما بتشبه ولا طعمة أكل تاني. وكل شي بلدي، طلعوا الزعترات مع الحامض، كل شي بلدي 100%. تغذى يا ابني، شي كتير طيب. أوه. ليك مللون مع زيت زيتون باذنجان وبندورة. اوف اوف، طعمة الشوي. طلعوا على الحطب يا شباب. انا عم بطلع بس عم بتخيل اللي عم بيحضرنا برات لبنان شو عم بحس. ما بدنا نكون سائلين، بس لازم ترجعوا لعنا على الضيعة، تعيشوا الضيعة، تحسوا الضيعة، لانه غير غير قصة، غير قصة. صح صح تاني. ما حدا بيقولوا فيه. لا هو الزعترات عظيمين، الكشكات عظيمين. وين بتاكلوا هيك اشياء في المواسم؟ هلأ موسم الطبيعة والأشياء الطيبة. هلأ أول ما أقول بلد مليء بالكنوز، ذهب، الاثار، تراث. مزبوط، احنا مش غنايا، بس عنا شيء كتير مهم واهم من المصاري يمكن. وصلنا على محل كل ما نوقف قدام اوف جدودنا شو عملوا.
المي، الينابيع، البير اللي تحت، فاتوا حفروا الجبل، الكنيسة، الزخرفات. او ماي جاد، شي كتير حلو. وبكل ضيعة من هالضيع يلي بتزنر وادي حربة، في نواويس، في نبعة مي، في معاصر، مش هيك؟ اذا بدنا نبلش ما بنقعد نخلص. مش معقول كل هالمطرح، كل هالمطارح هي مطارح قديمة، مطارح غنية. هيدا نبتة جبتها من الطبيعة، اوكي؟ هيدا رفيقي اللي عم بصور الكاميرا مان، عرفت كيف؟ كثير جوعان وبحب بطنه، وإذا ما طعمنا شيء طيب رح ينام، بطل فينا نرجع نصور معه بعدين، فبدك تستعمل كل طاقتك لتعمل له طبخة طيبة. تكرم عينك وعيني. يا. يا ويلي صحتين. هيدي مع سباجيتي او تالياتيل. تكرم عينك. يلا والله ما بيشي. ها لا عشبه منيحه. دو دو رح تحب. نوت باد مارك، نوت باد. وتنخلص الحلقة جبتهم للشباب تاكلوا بيتزا غير شكل، عجينتها رائعة واخدة ساعات من الشغل، إن كان هاي وإن كان هاي تطلعوا عليها شو فيه. هيك بياكلوا لقمة منيحة وبيروحوا على البيت الضحكة على وجهن. كابيتانو بالباترون، روزماري ويسكي ساور، كيس قعدة حلوة، وبعد شوي جاي الباستا مع التسليق تبع مارك. هيدا الصوص تبع مارك. طلعت طعمتها كتير طيبة. أول شي لونها حلو، حسيتوا حالكم كأنه عم تاخدوا حبق. نعملت تستو أكيد، خلطت مع كل أو الباينز أو السنوبر أو اللوز اللي بدكم إياه، بارميزان أكيد، زيت زيتون، وطعمتها كتير طيبة. انطبخت صار لونها هيك. الباستا اللي هون رح نحط عليها شوية بارميزان، بني بومودورو، سيمبلي بومودورو، صوص طماط. يا ريت فيكم تسمعوا، الدنت، قاسي شوي، يعني مش مغطى، مش ملعوسة، مش اوفر كوك، وصوص طماط حموضتها على القد. وهون تالياتيل، عملنا الصوص تبع مارك، بارميزان اكيد، ثلاث اربع بندورات للديكور. هاي واو، طعمة الجبنة اللي بقلبها، طعمة الخضار، الكلوروفيل، زيت الزيتون، والعالم يعتبروها عشبة ضارة على الجازونات. تخيل، بطل بطل بطل. كان الأكل طيب، كان الأكل كتير طيب، كل ما اجى لهم بنبسط، رحت بالصحن كله. شلون اكون عم فرجيكم لبنان، احلى بلد بالعالم، مثل ما ماشي فينه من قبل، تتعلقوا بلدكم وما تنسوا تدكوا الامل. ماشي، يلا نلتقي فيكم بالحلقه اللي بعدها.